طقت في دماغها. ده واحد جارنا كان مسافر ولسه راجع من السفر، فجأة زنقته لي ما اعرفش ليه. غير بقى الموضوع ده. اغير موضوع؟ انا فتحت موضوع ولا اتكلمت فيه ولا قلت اي حاجه؟ انا مش عايز اسمع حاجه خالص اصلا. غلستك. غلستي؟ العريس قال على الحرام من دينا اقطع رقبتك من جسمك. هو ده الصايع الضايع اللي مضيعك؟ هو ده الصايع الضايع اللي ميل عقلك؟ إيه ده؟ تعالى. في انت مين يا ولية؟ انا مين يا ولية؟ انت يا ابن الكلب، انت اللي مين؟ ماما يا شيك هتمول لما يشحت في قلبك. اسمع بس يا حاج، انت ولا يا صايع يا ابن الكلب. عادي بس هفهمك لحد ما حصلش حاجه. هو انت كنت لسه نازل مستني يحصل حاجه؟ الحقوني يا ناس. هفهمك بس كده. ابو سيدي خد الحقوني. اسمعك ده ايه؟ ابو سيدي انا عامل حاجه يا جدعان. خلاص يا نعمه لو وريك يا ستي. تعالى تعالى يا ابني. حرام عليك يا ست. حرمت عليك.